أزمتنا مش بس أزمة شعب تحت احتلال، هي كمان أزمة الناس اللي مستعدين يخلوا القضية الفلسطينية تتراجع وحزبهم يتقدم. هذولا بختلفوا كثير عن الاحتلال. في كثير من الأشياء بنقدر نقول إنه جهل الناس سبب فيها، أشياء بنقدر نقول إنه حماس سبب فيها، وحتى الاحتلال بتعامل بالطريقة هذه. فوضى، بس كتلة من الفوضى. هل في جهل من الناس؟ هل جهل كيف بلش ومين السبب؟ أول إشي سببه العقيدة، ممكن يكون التعليم، مستوى التعليم صفر، والعقيدة اللي عندهم عقيدة بتعزز الجهل. يعني أي حد بتلعب فينا مثلا مسيرات العودة، 400 واحد استشهدوا ولا حد عارف ليش. أي مسيرة ممكن لو حد عمل فيها حاجة تلاقي باقي الناس بترموا، فيش خطة الناس ماشي عليها وفهمها. بس أنت بتعرف كيف بلشت مسيرات العودة؟ لو بلشت على أساس إنها مخيمات سلبية، بس حماس حبت تركب الموضوع وتحول ورقة ضغط جديدة وتساعد في النكسة الاقتصادية اللي سببتها. والاحتلال طبعاً ما وفرش، قام دوره على أكمل وجه. كيف زيرت حماس المسجد؟ الإعلام تبعهم يلعب على أهم عاطفتين عند الفلسطيني، العاطفة الدينية والعاطفة الوطنية، مع شوية جهل كل الناس راحت سمتها مسيرات العودة وكسر الحصار. قلت لهم انتوا لو رحتوا تحت حتعودوا حتكسروا الحصار، هم اللي تكسروا. بالنسبة لحماس بدها تضغط على الاحتلال يعمل تحسينات اقتصادية، بس طبعا هذا أسوأ طريقة حد يعملها. يعني من الأول هي فكرة غبية، حتى لو اللي عملها كان فعلا مقتنع بالكلام هذا فهو واحد غبي.